صح، نسيت انكم غيرنا. غيركم ازاي بقى؟ يعني هنا غير البلد عندينا. انت عارفه لو في واحده في البلد عندينا تعرف انها كلمت راجل، حتى لو الراجل ده دكتور وبتكلم وتسألوا على دواء، كانوا عملوا فيها ايه؟ كانوا طخوها بالنار. ده اسمه تخلف يا عمتي. اسمه تربيه وحياتك. وتربيه ايه دي بقى اللي تخلي العقل يشك في كل تصرف وفي كل فعل؟ ده اسمه مرض. والسيبان والدوران على حل الشعر ده اسمه ايه؟ اسمه عفه. انت عايزه ايه يا عمتي؟ وانا عاوز منك ايه يا اختي؟ انا ليه عندك ايه غير النصيحه؟ اسمعي مني يا شهد، الست سمعة. عارفة يا عمتي انت مشكلتك ايه؟ ومين قالك بقى يا حلوة ان عندي مشكلة؟ انا اللي بقولك ان انت عندك مشكلة. معلش، اصل ما يعرفش الحاجات دي غير اللي اتعلم وفهم الدنيا واشتغل وشاف الناس. وايه بقى مشكلتي يا بنت كريمة؟ يا اللي شفتي من الدنيا اللي انا ما شفتهوش. الكبت هو اللي بيولد الفجر يا عمتي، مش الحرية. مين دي اللي فجر يا بنت؟ بتتجننتي؟ اتجننت؟ وكمان بتشتميني؟ نسيت انك بتكلمي يا عمتي؟ ارفعي مد ايدك عليا تاني، اقسم بالله اطهالك. ما تيجي تضربيني كلامنا احسن. ولولا ان انا عارفة ان احنا في ظروف وحشة، ولولا ان انا عارفة ان بابا مش ناقص، كنت عملتلك مصيبة. بس اقسم بديني ما هعدي الألم ده على خير يا فوزية. فوزية؟ حافك ده؟ طيب طيب يا بنت كريمة. عايز أسألك سؤال بايخ. اسأل. تحبينا؟ كنت هزعل لو قلت يا، لأني عارف إنه لا. أيوة بس أنا عندي أسبابي. عارفها. وعذرك يا زينب. الأسباب دي ما هياش قليلة ولا بسيطة خالص يا مروان. شوف يا مروان، أنا واثقة إن أنا أقدر أعيش وأحقق كل اللي أنا نفسي فيه زي ما أنا عايزة. يعني مش مستنية بقى إن حد يشجعني ولا يقف يسقف لي ويقول لي برافو. أنت شايف الحمد لله بنات عمك هم زي الفل. أنا مثلا وضعي كويس جدا في بنك مهم وكبير. وشهد بكره يبقى عندها اكبر مكتب محاماه في مصر، وريتال كمان هتبقى بيزنس وومن هايله. ما يغركش انها مجنونه كده وشعنونه. بقول لك ايه، دي عليها دماغ توزن بلد. عايزه تقولي ايه يا زينب؟ عايزه اقول لك ان انا كان نفسي نتجمع كلنا كل رمضان، نفطر مع بعض على سفره واحده، نتلم كلنا كل عيد مع بعض. كان نفسي كده لما الدنيا تضيق بيا وابقى خلاص مش طايقه نفسي، اخد بعض واخد شنطه هدومي واقول لهم سيبوني، انا عايزه اروح اقعد عند عمي شويه، عايزه اريح بالي. كان نفسي لما اتخانق خلاص اكلمك اقول لك تعالى خدني فسحني خرجني من كل اللي انا فيه. وقتها انا هبقى مطمنه على نفسي وانا معاك. انت ابن عمي، يعني انت دمي. وانتوا كمان كنتوا بعيد قوي. هو يا زينب بتفتكري ان انا ما كنتش زعلان، ان ما كناش بنتكلم، او تفتكري اني كنت مبسوط؟ لا لا لا، انا كتير قوي كنت انزل مصر واحب اجي عبيت عمي، بس افتكر المشاكل اللي مشاكل امي وامك. ارجع في كلامي. انت قصدك يعني ان التقصير اللي حصل ده كان من عندنا وعندكم؟ انا اقصد ان انا عايز اروح سيدنا الحسين. عندي نذر ولازم اوفيه. طيب نروح سيدنا الحسين. بس تيجي معايا؟ لا مش جاي، انا تعالوا معايا. طب يلا يلا يلا. نعم. وحشتيني. كان فيه وخلص. يجي تاني؟ يا سلام،
هو في احلى من بيع والشراء؟ والشوال اللي يخلص نملاه؟ انت هتمشي ولا صوت ولم عليك العماره؟ ولا يهمني، اصل انا اموت في الفضايح. انت اصلك هتصرخي ونروحوا الجسم سوا ونعملوا محاضر في بعض، وفي الاخر يعني التحريات هتثبت انك يعني ولا مؤاخذه، وفضحتك في العماره هتبقى بجلاجل، وانا في الاخر هخرج منيها ولا حد هيسمع عني حاجه، ولو حد سمع عني حاجه هيقولوا واد فالت مش لاقي حد يلجمه، او هيحسدوني ويقولوا يا ابن اللذينة صايع. ها ندخله ولا تصرخي؟